تاني حاجة عندي اللي هو تلات أرباع كوباية مية واتنين كوباية سكر وربع كوب كورن سيرب أو معلقة عسل جلوكوز، وبعد كده عندي 3 معلقة جيلاتينة وربع كوباية مية ألوان صناعية. سجلوا واكتبوا وتعالوا نشوف هنعمل إيه. أول حاجة عندي هعملها، هقوم جايب عندي أدي الجيلاتينة بتاعي أهو زي ما أنتم شايفينه كده، جيلاتينة أهي باخدها بديها بالظبط ربع كوباية مية أهي كده وأقلبها وأسيبها. أول حاجة عملتها الجيلاتينة عندي ربع كوباية مية وأقلبها وأسيبها كده، هتجمد معايا، أنا عايزها تجمد مفيش مشكلة خالص أهي. يبقى ده أول خطوة عندي، خدت الجيلاتينة عندي على ربع كوباية مية خدتها كده وهسيبها كده أهي، ده أول حاجة. تاني حاجة أجيب عندي 3/4 كوباية مية على النار معاهم كوبايتين سكر، أدي نص كوباية نص كوب. المقادير مهمة جدا، بنتكلم النهارده على 150 مللي ميه، اللي عنده عيار 150 مللي ميه على كوبايتين سكر، عايز تحط كوبايتين ربع ماشي، لكن هو كوبايتين سكر برده كويس يمشوا الدنيا ماشي، بس ما زودش الميه عندك عن 3/4 كوبايه ميه. نقلب كده اهو على شكل حرف 8 كده اهو. ليه حرف 8؟ ليه؟ عشان ما يطلعش عند السكر فوق كده، حرف 8 ما يطلعش عند السكر فوق ويبدا على الحراف يبدا يكرمل معايا. حرف 8 كده واستنى عليه كده لغايه لما يبدا ايه، يبدا عندي السكر يبدا يفك عندي ويسيح. الكورن سيرب هنشوفه مع بعض كده، عباره عن سائل الذره حلو شفاف شكله كده، ده الكورن سيرب خفيف كده. طيب في عندنا بطرمانات بتتباع عند الناس حلونية بيكون كده وبيبيعوها على انها ايه، عسل جلوكوز. ده مش عسل جلوكوز، ده كده مش عسل جلوكوز. العسل الجلوكوز بيكون لونه غير شفاف كده، عسل الجلوكوز بيكون لونه معتم. يعني ايه معتم؟ يعني زي الازاز المعتم، ما بيكونش شفاف كده. لكن ده انا ممكن امسكه كده وابص اشوف اللي ورايا شفاف، لكن التاني معتم، ده برضو كورن سيرب. فممكن اخد منه معلقه واحده واخفها بشويه ميه احطهم بعد كده على على الشربات ده. خلاص كده يبقى احنا متفقين ان في نوعين من السائل التخين اللي بيقولوا عليه عسل جلوكوز بيتباع عند مستلزمات الحلواني، بيبيعوه كله على انه سائل عسل جلوكوز عسل، لكن هو لا، في الحقيقه عسل جلوكوز بيكون معتم، لكن ده كورن سيرب تقيل. انا باكد الكلام ده تاني وده كلام حقيقي. طب هو في فرق بين الكورن سيرب والعسل الجلوكوز؟ في فرق بينهم في درجه التصنيع. العسل الجلوكوز بتاعي، العسل الجلوكوز بتاعي بيكون درجه متطوره من الكورن سيرب. يعني ايه؟ يعني الاول بيطلع الكورن سيرب وبعدين بعد كده بعد كده بيطلع عندي العسل الجلوكوز. هو الكورن سيرب ده كلمه كورن يعني ذره، وسيرب يعني عسل شراب الذره، هو ممكن يطلع منه برده في النهايه عسل الجلوكوز. نبص كده مع بعض ونشوف مع بعض هنعمل ايه. بعد كده هجيب عندي ادي البيضتين، بياض بيضتين احطهم عندي هنا وابدا اضرب هنا مع رشه ملح صغيره جدا اهو، والفانيليا بتاعتي كده، وابدا انزل هنا ببياض البيض اضربه عندي يعمل عندي مارنج هش مع بعض كده. وفي نفس الوقت هنا عندي بيكون عندي الشراب اللي على النار دوت اللي هو السكر مع الميه من بدايه الغليان بيقعد عندي 5 دقايق يوصل عندي 235 درجة مئوية، يعني تبقى كورة عندي بيضة بس مش لينة، وتبقى شوية شوية يعني ما بين انها لينة قوي وبين انها تقطم معايا، أهم حاجة ما تقطمش معايا أبدا، أهم حاجة ما تقطمش معايا أبدا، تبقى عندي كورة لينة بس لينة خفيف أقدر أدوس عليها وأضغط عليها بالراحة، ماشي؟ فبعد 5 دقايق بالظبط لو ظبطنا 5 دقايق على إيدينا من بعد الغليان أقدر أحط بعد كده الكورن سيرب وهي تقل عندي وأحط شوف هنعمل إيه. يبقى أنا كده ضربت عندي 2 بياض بيضة مع رشة ملح مع الفانيليا عندي، وخدت عندي ادي الجيلاتينة في الاول خالص بتلاقي عندي ربع كوباية مية وسبتها، وخدت عندي 2 كوباية سكر على 3/4 كوباية مية على النار ماشي. بعد الغليان ب5 دقايق بيبدأ عندي الكلام ده يتشكل. في نفس الوقت قوم جايب عندي 2 كوباية سكر بودرة وكوباية نشا، 2 كوباية سكر بودرة وكوباية نشا، بجيبهم هنا على طاسه او اجيبهم هنا على صينيه زي دي كده تيفال، وابدا اخد الاثنين مع بعض كده اقلبهم، ادي النشا مع السكر البودره، اقلب الاثنين مع بعض كده مع بعض اهو
بالشكل ده، وابدا اجيب عندي زي بيقولوا منخل او حاجه انخل بيها هنا مع بعض كده. كريم جاب لي حاجه مصفى ولا حاجه، منخل او مصفى وحاجه، وابدا انخل عندي على الصينيه ديت مع بعض كده اهو. انخل عندي اهو كده الاثنين مع بعض اهو، واسيبها عندي جاهزه لاستقبال ايه؟ لاستقبال عندي المارشميلو اللي هينزل عليها. يبقى انا كده خليكم فاكرين عملنا ايه؟ تاني، بقول تاني وتالت ورابع وعاشر. اول حاجه عندي قبل ما ابدا اضرب البيض بتاعي، بجيب عندي بياض، بجيب عندي الجيلاتينه اللي هي عباره عن 3 معالق جيلاتينه بودر، بحطها عندي على ربع كوبايه ميه واسيبها، واجيب عندي كوبايتين من السكر على 3/4 كوبايه ميه، احطهم على النار، بعد كده هديهم عندي اللي هو ربع كوب كورن سيرب او معلقه عسل جلوكوز او معلقه كورن سيرب تقيل اللي احنا شفناه ده. بجيب بعد كده عندي 2 بياض اهو، بقى عندي عامل رغاوي كبيره كتيره جدا اهو، بقى عندي مرنج هش. بص كده يا جماعه، هيبدا عندي السكر ده كده، ابدا اديله عندي الكورن سيرب اهو، انزل. ايه لازم ده كورن سيرب العسل جلوكوز؟ ان عندي ال 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 المارشميلو بتاعي ما يقطمش معايا خالص، يبقى فرصه او احتمالات ان هو عندي يقطم معايا او ما بقاش لين تبقى يكاد يكون معدومه. زي ما انتم شايفين كده اهو، ماشي معايا اهو، ماشي. نسيبه يغلي معانا شويه ونيجي بعد كده. اول ما احس كده، قبل ما احس كده باربع دقايق ونص كده، ابدا احط عندي هنا ايه؟ احط عندي الجيلاتينه بتاعتي اللي انا دوبتها في ربع كوبايه ميه، ابدا احطها هنا عندي على ايه؟ على الكورن سيرب، ويا دوب بس اول ما تفك معايا الجيلاتينه ابدا انزل بالكلام ده على ايه؟ على بياض البيض. بس اتاكد الاول عندي ان الكورن، ان السيرب عندي ده بدا يشتغل صح. احط ايديا كده في ميه كده اهو زي دي كده، واشوف عندي يا ترى الدنيا ماشيه ازاي. اخد كده تاني كده، لا لسه شويه، لسه شويه، اسيبه كمان شويه لسه اهو، اسيبه لغايه لما احس عندي ان بدا يعمل معايا كوره، وقلنا الكلام ده بياخد معايا في حدود 5 دقايق من بدايه الغليان. الموضوع سهل جدا جدا. طب الالوان الطبيعيه يا شيخ محمد، الالوان الصناعيه المصرح بيها بنحطها امتى؟ بنحطها هنا معانا مع السيرب. لو انا عايز كل لون واحد، طب انا عايز اعمله اكتر من لون، اعمل احمر، اعمل وردي، اعمل اصفر، اعمل يعني كده، فانا باخد جزء بعد ما احط عندي الجيلاتينه على السيرب اللي عندي اللي هو تقل ده، او عندي السكر اللي تقل ده، بعد ما انزل بيه هنا باخد جزء منه وبسرعه كده انزله عند ابيض، وبعدين اضيف الالوان بتاعته واديله خبطتين في قلب المضرب بيبقى معايا زي الفل. مع بعض كده بنشوف كده اهو، تاني اخد قطع كده وانزل هنا اهو، فرشت ولا لسه؟ اهي لسه برضو اهي. بص يا جماعه هتبدا تلم اهي معايا لسه اهي. بص يا بص يا حسني لسه اهي، بص اهي لسه، بص لسه مش دلوقتي، لسه اهي لسه تمام كده، لسه شويه ماشي. يبقى انا كده بضرب كده عند زي ما قلنا 235 درجة. بنعرفها ازاي؟ بكون عندي كورة لينة اهو، انزل كده اهو اهو، ابدا لما كده اهي، مسكت شوية معايا اهي اهي، مسكت معايا شوية اهي اهي، مسكت شوية معايا اهي، تاخد معايا تقريبا 5 دقايق من بدايه الغليان. 5 دقايق هبدا بقى كده خلاص. خلي بالكم ما بين كده وبين انها تبقى معايا كوره ماسكه ثواني، ببدا انزل بالجيلاتينه بتاعتي هي كده بالراحه، اتاكد عندي ان الجيلاتينه هتفك. اول ما افك عن الجيلاتينه خلي بالكم بتفور معايا، بتفور معايا اهي، ابدا اشيل كده الكلام ده كده اهو كده، وابدا اجي على ارفع النار عشان الجيلاتينه هنا عندي بتفور معايا تماما اهو، وابدا اجي هنا بالراحه كده، وابدا انزل هنا بخيط رفيع كده
زي ما انتم شايفين. اهو. تمام. استنى ادن عليه شويه، اضربه شويه لغايه لما يبرد معايا شويه، لغايه لما يبرد معايا شويه. ولو في عندي حاجه في الجناب كده ابدا انزلها، هدي كده حاجه في الجناب كده ابدا انزلها بسرعه كده عندي بالشكل ده. اضرب تاني بسرعه كده اهو كده. بنعمل مارنج زي المارنج الايطالي اللي احنا بنعرفه، بس بنضيف له هنا الجيلاتينه بتاعتنا. باجي هنا كده خلاص كده بحس عندي ان هو برد شويه، يعني بضربه في حدود كمان 3 4 دقائق 5 دقائق ماشي كده زي ما انتم شايفين. بس ما استناش لما يبرد خالص، لو استنيته يبرد خالص بيمسك معايا وما بقاش كويس لو حبيت اشكله. اه زي ما انتم شايفين كده اهو. ناخد ده كده يا حسني ونبدا ننزل هنا عندنا اهو. حاضر، اديني اصل لو رجعت تاني مش هينفع، اديني بس ثواني. اه حاضر ثواني بس، لو رجعت تاني هيكون مسك مش هينفع. ماشي حاجه كده، لحظه ما تشيلش حاجه لحظه. اجي انزل هنا، ادي بلبل بتاعي اهو، اهو عندي اهو كده بالشكل ده. عايز بقى اعمل تاني الوان، واقوم جاي تاني كده واخد ده كده عندي اهو بالشكل ده كده. اركب ده تاني عندي اهو بالشكل ده كده كده اهو. انزل احط الالوان اللي انا عايزها، احط الالوان اللي انا عايزها اهو كده كده اهو، واشغل اهو كده. تعالى امسك كريم معايا كده خلاص كده. امسك ده كريم كده عشان ما تنزلش مني، امسك ده كده ايوه خليك ماسكها. اقوم شايل دي كده اهو على طول، وابدا ان انا انزل كل ده على عندي ده كده اهو اهو. هبدا انزل هنا، خليك زي ما انت زي ما انت خلاص كده اهو كده كده اهو. او اشكله زي ما انا عايز. سيبك كريم خلاص، سيبك كريم سيبك كريم سيب انت. او اشكله زي ما انا عايز. في حاجات تانية، في قطع حاجات تانية يكون مثلا مدوره او اي حاجه زي ما انتم شايفين كده اهو. مدام حنان. الو السلام عليكم. مدام حنان السلام عليكم، ازيك؟ عليكم السلام، ازيك يا اهلا يا مدام حنان، اهلا بيك يا استكول، اتفضلي. منور الشاشه والله. الله يخليك يا استكول، ربنا يخليك يا رب. عايزه اسال حضرتك على طريقه المحشي بتاعت امبارح. حاضر استكول، محشي بتاع امبارح بنشكرك جدا جدا. زي ما انتم شايفين كده بنسيبه مكشوف، ما بنغطوش خالص، بنسيبه مكشوف ما بنغطوش خالص. هنطلع فاصل صغير وهنرجع هنشوف شكله ايه. يقعد يوم كامل، يوم كامل او يومين، ممكن بعد 3 4 ساعات ارش فوقه شويه نشا وسكر بودره ماشي، بس يبرد الاول خالص، وبعد كده ارش عليه سكر بودره ونشا واسيبه مكشوف، وبعد تاني يوم نشوف هنعمل فيه ايه. هطلع فاصل صغير قد كده ونرجع تاني نشوف هنقطعه ازاي وشكله عامل ازاي بعد الفاصل. شمله كانت طريقته سهله جدا جدا. دلوقتي بعد يوم او اتنين نبدا نقطعه، نجيب عندنا سكينه زي دي كده اه، او نرش عليه شويه سكر ونشا كده علشان واحنا بنحط السكينه ما نلزقش فيها بالشكل ده كده. ونبدا نقطع عندنا اهو كده اهو، ننزل كده بالسكينه كده اهو، ونبدا نقطع عندنا المارشميلو بتاعنا باي شكل احنا عايزينه كده. ممكن نحطها تاني في النشا والدقيق هنا كده او كده اهو. ابدا اقطع القطع بتاعتي اهو اهو بالشكل ده كده اهو، ونشوف كده من جوه عامل ازاي، شكله عامل ازاي من جوه، الفراغات عامله ازاي من جوه اهو. طب حضراتكم او اه او ان انا هو عامل ايه، هو جايب قطعات زي دي كده، اخد قطعه زي دي كده
بالشكل ده اه في النشا والدقيق، في النشا قصدي والسكر البودره، وابدا انزل كده بالشكل ده، اخد نفس الحجم او نفس الشكل بتاع الحاجه اهو قدام حضراتكم سواء قلب او اي حاجه، اخد دي كمان كده اهو، اضغط كده بالشكل ده اهو، اخد شكل ده كمان اي شكل انا عايزه بقدر اعمله، واقدر ارصه تاني كده عندي في قلب الطبق ده كده اهو بالشكل ده، واقدر ان انا اقطع بقطعات او اصب في حاجات في فورم انا عايزها، ممكن زي ما احنا عملنا دي كده اهو قدام حضراتكم، في عندنا فورم اهي كمان احنا عملنا فيها الكلام ده وقطعناها كده قدام حضراتكم اهي، نقدر نعمل ده ونقدر نعمل ده والاثنين هيأدوا نفس الغرض وتبقى معانا زي الفل ان شاء الله قدام حضراتكم. ماشي، يبقى احنا كده ادي المارشميلو اللي احنا عملناه، يا رب يعجبكم. تسلم يا حسني، ربنا يكرمك، اشكرك جدا. بعد كده هنعمل مع بعض القرع بالجنزبيل. بيتعمل ازاي؟ الموضوع سهل جدا جدا، انا عندي كيلو قرع، الله ينور.